باهي أصدقائي، وصلنا لهنا أنو جينا قسمنا البرنامج متاعنا. باهي، عملنا هذا في فريم وحده، حطينا في كلاس وحده، كيف كيف هذا في فريم وحده وحطينا في كلاس وحده، وهذا كيف كيف، وهذا كيف كيف، وهذا كيف كيف. باهي، إيش نشوفوا تو؟ نقوم بغلق هذا كل، احنا بنشتغلوا فقط على ستودنت. باهي، هذا ستودنت نتاعنا شنو فيه؟ فقط الملف هذايا فيه الكتاب هذيك هاو، اللي هو هذا الكل شنو يعمل لنا؟ يعمل لنا الشكل هذايا هاوك، الشكل هذا فقط يعمل لنا الليبل ويعمل لنا الباتون، وهاوك البداية نتاعو منين بدات. هاوك أول حاجة عملنا الفريم، عملنا الفريم اللي هو ستودنت فريم، أوكي. ومن بعد مررنا له الصورة ومررنا له الليبل. وقت نضغطوا على الباتون هذايا، نضغطوا على الباتون هذايا هاو الكوماند هذايا، يفتح لنا الفانكشن هذه اللي هي كنكليكيو عليها يطلع لنا الفينات هذه، الويندو هذه. اوكي، به توا باش نشدو نقسمو الصفحة متاعنا هذه، الصفحة هذه متاعنا باش نقسموها. اوكي، باهي التقسيم متاعها باش نعملو فريم ليفت، الطيب بتاعه باش يكون فريم. انا كيفاش باش نقسمها؟ انا بحثت في جوجل مثلا ستودنت مانجمنت سيستم. اوكي، كيفاش باش تكون ستودنت مانجمنت سيستم؟ خاطر البرنامج نتاعنا ستودنت مانجمنت سيستم ظهر لي كيف هذا. اوكي، مثل هذا بالضبط، التقسيم بتاعه كيما هكا. هذا قبيح جدا، الصور بتاعه الالوان هذه قبيحة جدا، واضح يعني التقسيم بتاعه باش يكون كيفك، واضح. شنو باش نعمله؟ باش نعمله الويندو هذه باش نقسموها في اثنين. الويندو لهنا باش يكون فيها كيما هكا، كيما الصور هذه. طبعا مش باش تتبعوا هذه خاطر اصلا ناقص، هذا عامل اد وريموف مصنوع بالسي شارب، هاي مكتوبه من فوق كنشوفوا فيها هيك بالسي شارب، هذا مصنوع او سي شارب توتوريال فوق بيجن، احنا باش نصنعوه بالتيك انتر. اوكي، يعني باش نقسموا الفريم بتاعنا، عندنا الفريم هذا باش يكون فيه تري فيو، وعندنا الفريم هذايا اللي باش يكون فيه الانبوت نتاعنا الانتري، معناها الاي دي والنيم نتاعو واللاست نيم نتاعو والايميل والفون نتاعو وكل شيء. نعملو اد وريموف وابديت، ونعملو سيرش كيف كيف، وشنو اخر ايديت اد وريد وابديت. ريد اصلا مش يقرا من هنا من الجريد فيو، وتو نشوفو احنا نزيد نحسنو فيه اكثر. اوكي، يعني البرنامج بتاعنا يكون كبير باش نقسمو الاثنين، شكل كيما هكا وشكل كيما هكا. باهي، نرجعوا للكود نتاعنا، عندنا ذا بسميته فريم ليفت، باش يكون البيرنت نتاعو طبعا شكون؟ اللي هو السيلف ماستر، هذاك اللي هو من نوع التوب ليفل، سيلف دوت ماستر. وباش نعملو فريم دوت فريم ليفت عاد دوت بيك، السايد نتاعو طبعا باش يكون ليفت، الفيل نتاعو نحبوه واي، الفيل نتاعو يعني باش يملي البلاصه هذه كل. عطاو نشوفوا شكله كيفاش باش يطلع، لحظه شويه خلينا نحذفوه هذايا، نعملو بي جي نتاعو مثلا ريد. تنقوم بحذفها طبعا ريد فقط باش نعطيكم الشكل نتاعو كيفاش باش يكون. ران طبعا لازم نشغلوا المين نتاعنا هذايا، لازم تشغل المين، مش تشغل الستودنت هذايا ما يشتغلش، راه الستودنت هذايا ما يشتغلش. اوكي، المين هذايا هو اللي يشتغل عليه، خاطر هو اللي باش يعمل لنا لوب، هو اللي باش يعمل لنا المين لوب، لازم من هنا تشغل ران مين. اوكي، باهي كي نكليكي وهكا مازال ما تظهر حتى شيء. اوكي، خاطر مازال نعطينا لا هايت لا ويذ لا هايت لا حتى شيء. باهي، نرجعو للستودنت نتاعنا، نعطوه الويذ نتاعو، نعطوه مثلا 300. باهي 300 سافا هكاكا، ونعملو طبعا ديما نعمل ران الملف هذايا، ران لهنا ستودنت اهو كظهر لنا واضح. لكن احنا تو باش نعملو له فيل واي، فيل واي باش يملي لنا المكان هذا كل فيل. اوكي، وينو ستودنت نتاعنا، نعملو له فيل واي. اوكي باهي، ايجي نشغلو بعضنا نشوفو الشكل. ران مين ستودنت اهوك، هذا باش يكون فيه الانبوتس نتاعنا، انتري كلهم انتري كيفك، وفي مجموعه من الباتن تبع تو نغيروه اللون الاحمر فقط باش نوريكم الفريم ليفت شنو باش يكون. اوكي باهي، وعندنا فريم رايت، فريم رايت طبعا نحب نكبر في هذا شويه، تو هذا اعطيني 300 يعني هذا باش نعطوه 500،
ويكون جرين مثلا، وهذا باش يكون رايت كيف كيف، هذا طبعا باش يكون رايت. فقدت. اوكي، ايش نشغل مع بعضنا، ران مين، اوكي هذا هو واضح به. لكن انا عندي تعليق بسيط لهنا، انه الكلاس هذا ستودنت هو خاص بالشكل هذا اللي قدامنا، اوكي هو الشكل اللي قدامنا اللي هي الصورة والباتن. انا ماذا بيا هذا الويندو هذا، كي نكليكي هكا الويندو هذا نعمل لها كلاس وحدها، كلاس وحدها يعني بسيطة جدا، معناها انا معناها الويندو هذيك باش تفتح نحطه في كلاس وحدها، سهلة جدا يعني، معناها بسيطة يعني، معناها ان نعمل هذا هكا، نعمل له كوبي، نعمل كلاس هنا، كلاس اخر، كلاس هذا نسميه ستودنت ويندو مثلا، اوكي ديف انت هذا باش تعود راه تخدم بالكلاس، راه باش تعود تخدم بالكلاس، فقط نعمل هكا كهو. طبعا هذوما السيلف باش يكونوا self dot فقط، وهذه تعمل اوبجكت من هذي، اوكي شو نسميه stdw مثلا، نقصد به student w مثلا، هذي باش يكون student window فقط، نفسه هو بيدو فقط، وضعت في كلاس واحد وهو نشغل من جديد student management انا يشتغل، اوكي بسيطة جدا. باهي عملنا تو الفريم ليفت وعملنا الرايت، انا ماذا بيا نكبر فيهم هذوما، تحبوا ناخذوهم نفس الشكل مثلا، يعني هذي الكبر متاع الكبر متاع الويذ والهايت متاع البيج هذي، نفس الكبر بتاع هذي، اوكي لكن كبروا فيه شوي مش مشكل. 800 نعطيه لهنا 1200 1200، ولهنا 900 سافاك 900، طبعا 1200 هذا الويذ، هذا الويذ طبعا الويذ هذاك باش نقسموه على اثنين، على اثنين كيفاش باش يكون 600 600، نعطيه 400 قداش توقع لنا 80، معناها هذا نعطوه 400 مثلا، وهذا يخليه 800، يعني المجموع متاعهم 1200. اوكي نشغلوا مع بعضنا، طبعا نشغلوا الراي ران مين، طبعا ران مين ستودنت، اوكي باهي يعطي هنا في المكان هذاك، لانه احنا عاطينه الاكس والواي هذوما، تو نقوم بحذفهم بلاس زيرو بلاس زيرو، ولا تخليهم بلاس زيرو هكاك يخلي يتم فتحه في اي مكان، معناه باش يفتحوا لهنا في المكان هذاي. ران مين نعاود نشغل من جديد student اوكي، لكن جاي كبير برشا. الطول متاعه طويل طويل طويل، نقصوا فيها قل شوية، 900 هذية نقصوا فيها شوية خلوها 600 باهي. ران مين اذا تحب تخليها دايناميك انت، اذا اي نحبها كيف هكا بالضبط الشكل هذا مزيان برشا، اذا تحب تخليها دايناميك نفس اللي عملناه في المين، تفكروا كش عملنا في المين هنا دايناميك، عطينا الويذ والهايت نتاع الجهاز نتاعنا واضح مرناه لهنا، لكن احنا في المكان هذايا وينو، يلا عاد وينو الصوره نتاعنا في المكان هذا، نحبه كي يفتح هكا نحب روحي نشوف السوفت وير نستخدم فيه شنو هو، اما تنجم تعملها الكل زومد، اوكي تنجم تعملها الكل زومد وكهو كيما هكا، انت تحب تعمل تنجم تعملها راه، تنجم تمرر نفس هذوما بيدهم، هذوما بيدهم تنجم تمررهم، يعني تعمل كيما هكا تجيب الويد والهايت وتمررهم لهنا وتعمل كيما هكا بالضبط، نفس اللي عملناه مع الويندو الاولاني، الويندو اللي تفتح هذه كيما هذا بالضبط، اوكي لكن مش يغطي لنا البرنامج هذا، انا نحب هك نحب نكليكي هك يعطيني برنامج هك، اوكي راني نسكر بعد ما نكمل من ستودنت نمشي لهذايا، بعد ما نكمل من هذايا نمشي لكزام هك هك، نحب الصفحه نتاعي نشوفها الكل ما نعملهاش زوم على الكل، اوكي
تحب نعملوها زوم نعملوها زوم، زوم كفاية. فقط ما عليك إلا تضيف كلمة سيلف دوت ماستر دوت ستيت زومد، وطبعا لازمك تغير دايمنشن لهنا، تخليها على طول الجهاز اللي هي كما شفنا في الميل لهنا، اللي هي الطريقة هذه. يعني تجيب ال دبليو انفو تعمل سيلف دوت ماستر، وتجيب هذا دبليو انفو تمررهم لهنا. لكن ها بوريك، خلي نشغله مع بعضنا ونشوفوا الشكل كيفاش مخيب، وبشي بولي قبيح. شوف على كبر البيج واضح، شفتوا كيفاش جاي؟ طبعا هذايا ما خذاش اللون هذايا، خاطر احنا عاطينو هذايا، عاطينو 500 وهذايا عاطينو 600، طبعا مش عاطينا هذه بيضة. اوكي على ذاك انا ما نخيرهاش الطريقة هذه هكا زوم، لا حب حب يعطيني البرنامج متاعي قدام عيني، قم بحذفه هذا 1200، وانت حر بعدك في اختياراتك راه. باهي توا احنا باش نشتغلوا على الايسر، هذا الجانب الايسر، خلينا نفتحوه مع بعضنا ونوريكم الجانب الايسر كيفاش نحب نخدموا عليه هذا. باهي باش يكون عندنا ليبل، طبعا باش يتنحى اللون هذايا راه باش نقوم بحذف اللون. عندنا لهنا ليبل 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 ليبل، شنو باش يكونوا؟ نايم مثلا، اي دي، وتو نشوفوا الاي دي خليه اوتو انكريمنت، تو داتا بيز اللي تعطيهولنا واضح. باهي نعمل سبيس لهنا، خلي نشتغل تو على الليفت، خلينا من الرايت، الرايت اهبطلو ده شوية، انت الرايت مش وقتك تو، باش نشتغل على الليفت. باهي اها الرايت ما فيه كان جريد فيو كهو فقط. باهي سيلف دوت ليبل ليبل، شكون مش شوفون فيها هذية؟ طبعا الاب متاعها شكون هو؟ السيلف دوت فريم ليفت، الماستر متاعها فريم ليفت، التكست باش يكون مثلا اول حاجه هي الفيرست نيم، اف خليها سمول سمول ليتر. باي سيلف دوت ليبل ايكوال، طبعا باش نخدمو بالجريد، نشتغلو بالجريد ولا بالبليس؟ انا نشتغلو بالبليس. الاكس ايكوال خليها 10، والواي خلاها 20، تو نشوفو احنا مش مشكل. اجي نشغلو مع بعضنا وخلينا نشوفو واش يعطينا كيفاش الشكل. في خط نسيت الواي، ران قم بغلقو هذا student. اوكي باهي، هذا first name والانتري بتاعه قدامه لهنا، last name والانتري قدامه. اوكي باهي وينو واحنا student. باهي خلينا نقوم بحذف الراد هذايا باش ما عادش يقلقني، انا فقط اخترت الراد هذاك باش نشوف الفريم كيفاش شكله وكهو، لكن باش نقوم بحذفه. انا الالوان هذيك الاحمر وكل شيء الاحمر انا ما استخدموش في حتى برنامج، رد بالكم من الاحمر، راهو الاحمر ريت مثلا باش تشتغل في شركه كبيره، راهو الشركات الكبرى خاصه سواء في اي دوله في العالم يشتغلوا مثلا مع الدول الاوروبيه، الدول الاجنبيه، الدول الاجنبيه والدول الاوروبيه ودول العالم الكل براسك، يتجنبوا اللون الاحمر، خاطر اللون الاحمر راهو يدل على الخطر، يدل على الدم، يدل على التنبيه، يدل على الخطأ. هذا هو على شنو يدل راهو الاحمر. انت ما تستعملش الاحمر، انت بتكتب بالاحمر وتزين بالاحمر، الاحمر ما تستعملوش راهو، خاصه في الدومين بتاعنا بتاع البرمجه وكل شيء، دائما الاحمر يكتبوا لك يوروك بالاحمر في تنبيه، يجيك نوتيفيكاسيون، يجيك خطا هكا باتون ولا حكايه، تجنب اللون الاحمر ديما، خليك مع اللون الازرق والاخضر، الازرق والاخضر والابيض، هذوما من افضل الالوان. اوكي من افضل الالوان، وكما قلت مش الازرق اللي يجي ومش احمر الاخضر اللي يجي، ديما خليك الالوان البارده، انا راني من عشاق الالوان هك الفاتحه وك البارده هك الخفيفه واضح، اللي ما فماش ضو هك يضربك في وجهك هك تفتح. لو مثلا كما هذا شوف برشي الوان، شوف اخضر ابيض وفيولي وابيض لهنا واحمر واخضر وازرق وداخل بعض وصلنا الشكل ما تفهمش، وكيف هكا زاد كيف كيف تبى تبحث على حاجه ما تنجمش تبحث عليها الحكايه هذيك، برشا الوان. شوف شوف الف لون في لون مستخدم، شوف اورانجي واخضر واحمر وابيض وازرق ومن من من هنا الوان كثيره، معناها يخربقوا فيها كيك، شوف يزين عباره في مكتب ولا في روضه ولا شنو. شوف اورانج من هنا واخضر من هنا وفيولي ابيض ابيض ابيض، شوف الالوان
رغم الشركات الكبرى ما يحبوش هيك، يحبوا الحاجة السامة. شوف هذا منظف، شوف ثلاثة لوينك هاو، شوف عندك هذايا جري الأزرق، هذايا لو كيما لون البحر بالضبط، كيما لون البترول بلو بترول هو تسمى. وعندك لهنا أنو كتيبة بيضة، صورة خفيفة جدا معناها واضحة، تنجم تقراها كفاية قراءة. هذا الايكون بتاعه غامقين. اوكي هذا مش موضوعنا احنا، في اليو اي واليو اكس باش نحكيو عليهم في الحكايه هذوما، الديتاي هذوما. باهي عندنا اول حاجه الفيرست نيم، عندي اللاست نيم، شنو باش ناخو من عنده الطالب اخر فيرست نيم لاست نيم. اخ شوف احنا باش نستعملوا الفيرست نيم واللاست نيم ومثلا الايميل نتاعو شنو اخر، ونمرو التليفون ورقم بطاقه تعريف، وانت بعديك زيد من عندك الادريس وكل شكل الحاجات اللي يجوا في بطاقه الرشادات مثلا هذوكم، انت باش تعمر تو طلبه باش تعبيهم. واضح الايميل هذا اصلا هذا يزيد الايميل. كارت سين مثلا، نكتب سين وكهو سين فيرست نيم ولاست نيم سين شنو اخر، اي خليه الايميل. اوكي كلاس مثلا نزيدوه كلاس، مش مشكل لقينا تو نزيدو مش مشكل. اوكي يعني هو بيدو كي باش تبعث ثلاثة ولا باش تبعث أربعة ولا باش تبعث خمسة كيف كيف، أنا مش نوريك كيفاش تبعث الفيرست نيم واللاست نيم والإيميل، تمليهم وبعد تبعثهم داتابيز. أنت من بعد عم بحرك، زيد خمسة زيد عشرة زيد 20 وكل شيء، أعمل داتابيز أنت حر. أوكي باهي عنا ليبل نتاعنا، أول حاجة إكس اكس 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 باهي، هاذوما فان عشرون 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 على الواي. باهي تو باش نغيرو في الاكس، اكس اللي هي هكا، الواي طبعا باش نغيرو فيها، هذه 20 هذه خليها 30 هذه 40 وهذه 50. الاكس خليهم كيف ما هي باش يجيو نفس الخط، باش يجيو في نفس الاكس، ما هو هك اكس هك باش يجيو الكل على نفس الخط، لكن الواي لازم يبعدوا على بعضهم شوي هك في الخط هذا، يبعدوا على بعضهم شوي. اوكي باهي يجي خلينا نشغل ونشوف الشكل هتا هنا. ستودنت مانجمنت مازالت بعد على بعضهم، واضح الاكس انا خليناك كيف بعضهم كلهم 20 على جنب، واضح. لكن تاو باش تحكموا في الواي، الواي لازم نكبروا فيه اكثر. وينو ستودنت نتاعنا، هذا 20 هذا يخلوه 50 مثلا، ما بيناتهم 30 باهي. هذا 80 وهذا 110 معناها. اوكي هيجي نشغلو ونشوفو كيفاش طلع الشكل، طب نجي نعملو الفونت نتاعو. اوكي باهي هكاك برشا، باهي فيرست نيم لاست نيم سين والايميل باهي. وين احنا في ستودنت باهي، باهي هذوما الباتون تو الانتري عفوا، انا خلينا بنفس الاسم احنا الليبل لهنا، لكن خل غيروهم عاد شنو بعديك نستخدموهم باش نجيبو الداتا نتاعهم مثلا. بون هي الليبل متقلقش، الليبل متقلقش ما نستخدموهاش، لكن انتري خاصة هذوما هما بعديك باش نتحكمو، باش نتحكمو في الفاليو اللي تخلي لنا الداخل القيمة اللي باش تدخل لنا. اوكي باهي باش يقابلوا بعضهم، الفيرست نيم هذا اكس 10، لا باش نخلو تو الواي وهذا هو نكبروا فيه مثلا، الاكس هذاك نخلوه 100 كيف كيف، هذايا نخلوه 100، خلو الواي خاطر باش يقابلوا بعضهم تو، هذايا 100 وتو نشوفو زيد نكبروا ما كانش. اوكي اجا خلينا نشغل ونشوفو الشكل كيفاش ولا ستودنت. اوكي لكن طبعا خليناهم ليبل، نحن لازم نبدلوهم انتري هذوما، انتري هذه خطيك انتي خطيك مش كنتي، هذوما وهذوما وهذايا انتري يا حبيبي عليك يا انتري. ران ستودنت وينهم الانتري الاخرين؟ شنو اللي صار؟ وينو ستودنت؟
انتري فريم ليفت انتري انتري. شنو هذه؟ شنو هذه؟ ليس هذه، شنو هذه كتبها كتابة؟ عطيني خطأ هو ده لهنا، ما لقيتوش الخطأ. الله غالب هذيك هي الانتربتد لانجوج، راهو الانتربتد لانجوج يصلح سطر بسطر، وهذا تكلمنا عليه في الفيديوهات السابقة. اوكي باهي، كيما تشوفوا عن الفيرست نيم لاست نيم سين والايميل. باهي شنو اخر؟ نحاول نكبره في اللاك الليبل شوية، هكا شوية ستايل وأشياء، شوية أجواء هكا فازيت نعملهم من عنا. الفونت ايكوال تهما 20 وخليه بولد. تم بولد، اوكي خلينا نعمل بولد مش مشكلة. نشغل ونشوفه. بالنسبة للستايل مش باش نركز معها برشا، راه ستايل انتم بعديكم عم بحرك. يو 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 كبير كبير برشا. لا 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 ما نحبش هيك. لا يا بابا يا بابا، نو نو وينو نو وينو دي وينو هاد. في ستودنت 10، خلي 10. كنت حقر هذه السايس يطلع منها. مقبول. اوكي الالوان تو بعدك نغير، انا كنقص الفيديو تو نغير ونوريكم شنو غيرت. اوكي تو بعدك نعوم بحري هنا في الالوان اللي كيما هكا وكل شيء، فهمتني واضح الويذ نتاع هذايا وكليك، تو بعدك نتصرف فيهم. باهي عندنا باتون، قداش من باتون انا باش نعمله؟ شنو هو الباتون بتاعنا؟ باش نعمل اد و سيرش و بهيش. خلينا نعمل مع بعضنا لحظة شوي، شنو هو الباتون باش نعملهم انا؟ سيلف دوت بهي، هذا اول واحد الاد، هذا او اهم واحد هو الاد اللي باش يضيف لنا في الداتابيس. اوكي اللي هو من نوع باتون طبعا. شكون الاب نتاعو اللي هو سيلف دوت؟ ما هو نشتغل هذا السيف دو فريم ليفت طبعا. اوكي التكست نتاعو باش يكون اد نيو ستودنت، اد نيو ولا كهو، اد نيو اد وكهو اهي، خلي اد سيلف دوت اد دوت بليس نتاعو نخلوه ليفت. كي باش نخليه بيك ليفت يكون الفريم، باش الفريم تاع الانبوت هذاكم تاع الفيرست نيم ولاست نيم مش يهبط عليه، فلذلك خلينا في البليس. خير استعملنا البليس نكملوا في البليس. بليس اوكي بليس باهي. اكس والواي كيفاش باش نعطيه؟ اكس والواي، اكس والواي، اكس خليه قداش خدينا احنا في الاخرين؟ اكس 10 في الليبل تحت الليبل بالضبط. الواي خليه 200، الواي قداش نجمع هذوما؟ 20 و50 و80، هذوما 70 150 و110، قداش يجيو؟ 260 هكا، 260 يعني خلي 300. اوكي باهي هذا البطن بتاعنا اد. تو بعديك انا نزين رافك نقص الفيديو تو نزين، وما نحبش ناكل الوقت الكل في اكل ديزاين وكل الاشياء هذيك. اي هذا باش يبعد عليه شوي، مثلا هذا باش يكون 30، هذا باش يكون مثلا 50. شو باش يكون هذا؟ هذا باش يكون ابديت، هذا باش يكون ديليت. ستايل تو بعديك نتحكم فيه يا اصدقائي. باهي ابديت هذايا، اد ريد كرود هي شنو؟ كرييت والريد والابديت والديليت. اوكي سافا هكا
نشوفوا سيرش مثلا، سيرش نحب نعملها فوق ال... نحب نعملها فوق ال... التري في الصورة اللي هنا، ما عرفش كم استعملها هو اللي مش عامل سيرش، نحب نعملها لهنا في المكان هذا، سيرش نحب نعملها لهنا، عم تبحث على يوزر معين. اوكي عن الاد ريموف افريج سكور باي كورس، احكي اخرى هذا يحكي، فهي مش مشكلة. ديليت فقط خلي هذا من كل ثلاثة ذوما كهو. طب بعد كان استحقينا حاجة نضيفوها مش مشكلة. ابديت وديليت مازال لاصقين بعضهم، وينهم هما هذوما؟ اوكي هذا يخليه 30، كنت مخلي 30 اصلا، 70 60 130 باهي. اوكي الفرق ما بيناتهم انا 10، ما بين 60 وزيدها 60، هذه باش يكون الفرق ما بيناتهم قد قد. student مش قد قد ما بين يا اخي ما عرفش نحسب ولا شنو هو شنو هو يا اخي، 10 و70 هذا ما بيناتهم قد 60، و70 زيدها 60 قدش تجي 120، دخل هي هكا 120. يا اخي شنو ما عادش نعرف نحسب، اكس 10 70 120، 70 زائد 60 130، هي صحيحة 130، علاش 130 هي لكن نشوف الشكل مازال ما هوش هو، لانه كلمة ابديت على ما يبدو اللي هي اكبر ابديت، والله صحيحة راني اكس والواي ابديت تغيروا هذا يتو وهذا يتري، لكن حس فما سبيس لأنه أكبر، لأنه البطن هذايا أصغر واحد فيهم، هكا علاش حسب على البطن هذا باهي، تنعملو الباد واي والباد اكس نتاعهم مش مشكل، ديزاين وستايل هذوكم تنعمل نحكم فيهم وحدي، بعديك كنقص الفيديو تاني نعطيكم ستايلش كيفاش عملت الاد والابديت والديليت. باهي اوكي يعني خدينا وقت كامل في ستايل، باهي ما عادش باش نركز انا في ستايل، وكنقص الفيديو تاني نعمل ستايل وبعدين نقولكم شنو هو الستايل اللي عملته. اوكي باهي الفيديو القادم باش نقوم بصناعة المكان هذا اللي هو التري فيو نتاعنا، التري فيو نتاعنا اللي بعد ما نعملو اد في الداتابيز طبعا باش يظهر لنا في التري فيو لهنا، تو نعملو السيرش من فوق بتاع البحث عندنا اد وابديت ديليت، هاو هذوما هما اللي نستحقوهم، هذوما هما اللي نستحقوهم. باهي نتقابل الفيديو القادم، الى اللقاء.